عليك. ايوه مساء الخير، انا مدفيك من الشتا. يعني انتوا عاجبكم اللي انا فيه ده؟ يعني هو ده يرضي ربنا اللي ما بتعملي فيا ده؟ ازيكم حبيبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. يا صباح عسل، يا صباح سكر، يا صباح رضا، صباح خير وبركة. الدنيا بتمطر من الساعة 6 الصبح، يا دوب لسه بتبدأ، بس حاسة ان احنا المغرب مش الصبح، مش عارفة ليه. صباحكم رضا وهنا وفرحة. يلا بقى نتنشط كده، نعمل فطار حلو ونعمل أكلة حلوة تدفي، نعمل روتين جامد كده يعني، نشط كده وتشجعي. وأمي ما تقوليش الجو برد بقى وتقعدي، لا الحركة بتسخن. يلا بينا، صباحكم فل ورضا. يا صباح وعسل، قلت اشارككم كده الفطار بتاعي. قمت الصبح كده عملت الفطار الجامد ده، بصوا الحلاوه، اصلا مغري 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 بجد، يجوع الصبح كده. بيبقى الواحد عايز حاجه كده، ايه يعني، حاجه بالدلع ده. اول حاجه جبت فلفل احمر، فلفل احمر مش حار يعني، فلفل احمر بارد، ضربته بالكبه، حطيت عليه 3 معالق لبن وقطعه الجبنه الفريش اللي احنا مش بنحب ناكلها كده. لما اتضربوا معايا واخدوا اللون الجامد ده، حطيت عليها شويه زيت زيتون وحبه بركه وبس، خلصنا الفطار. بقسماط بقى، عيش توست، والبيض بقى عشان ناخد شويه بروتين، والجرجير عشان فوايده. تعالوا نعمل شويه شاي ماتشا بقى، ده كيس شاي الماتشا، حطيت معلقه صغيره، حط عليها ربع كوبايه ميه وضربته كده مع بعض. ولما عمل الرغوه ده، جبت تاني في كوبايه تانية لبن، حطيت عليه سكر ستيفيا ونزلت عليه بالشاي الماتش وبس. كان هو ده الفطار الجامد بتاعي على الصبح. صباحكو عسل، يلا شيروا. يا صباح البط، يا صباح المرجان، يا صباح عسل، يا صباح سكر. قمت بقى على الصبح كده، بنت حلال كده ايه جابت لي شويه بط اشتريتهم، فقلت بقى اوريه لكم يعني، عشان احطهم فوق على البط اللي فوق عشان يونسوا بعض. بسم الله. ايه ده ايه ده، عشان انا خايفه اساسا، وانا يخرب بيتك بيعض. ما بيعضش ده، عمل الصوت ده، تعرفي ان هو ده كان بط حلو. لا 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 لا، والله ازعل. انا عايز اطلع دماغك يا ابني، يا ابني انا بطلع دماغك، انا فسخته كده ولا حلو؟ يخرب بيتك اهو، اهدى اهدى، مالك؟ انا بعرفك على البيت ده، بيتي. ازيك يا حاج، عامل ايه؟ اطلع كده يا باشا، اطلع كده يا باشا، ما تعكش الشعر، ما تعكش الشعر. ماشي نهدى، بنتعرف على بعض. يخرب بيتك يا صبح، اقول فيك ايه؟ تعالي. الشقه باظت. بسم الله، ده بط مرجان. انا ببص هو عشان لو ما فيش غلط، ده ذكر مش نتاية. انا احب الذكر. فيش كارتين ده زمان هبوط الصبح. يلا يا خرابي، صلوا على النبي. لا لا والله العظيم، ده مين اللي هيفتح الشكارتين؟ اهدي 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 يا حاج، عايزاكوا تهوا في الشقة كده. طب اقول ايه طيب؟ اقول لك ايه طيب بذمتك؟ اهدى اهدى، ده نحمد ربنا ان هم عايشين على قيد الحياة والله. انا والله عشان تعرف هعطيك حريتك. يا خرابي، هما بيتسايروا بيحكوا اللي حصل جوه الشيكار. ايه لو اللي حصل اللي حصل بس احنا نهدى بقى. مين عليه مسيح الصلاة؟ يا واد انت، يا واد اللي بتفرهد نفسك انت،
قولي بس لو تعالى تعالى بس خلاص 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 مش هعمل فيك حاجة مش هعمل فيك حاجة بس عارف لو عضيت انا نفسي عايز اعرف بس انت كبير ولا صغير حلو ماشي نصلي على النبي بقى نصلي على النبي صلته على النبي عايزة اقول لكم اسرتي الجديدة انا جبت ناس معايا جديدة والصلاة باظت صباحكم فل شيت عاوز ايه يا اولاد تعالوا تعالوا بصوا بقى بصوا بقى استنى نشوف الشيت عاوز ايه الشيت مش عايز لا فيروز ولا عايز حضن عايز حله محشي زي دي تعمليها كده اهو يا سلام واه بقى اه على شويه محشي خص محشي خص خص يا سلام يا سلام ده بقى احنا عندنا المحشي الخاص بنعمله حجاب عارفين الحجاب اللي في المحشي الخاص يلا 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 وفرختين كده مش هامورت فرختين بقى شامورت كده وليمونيه بصوا لسان العصفور عامل ازاي من تحت بصوا بصوا لسان العصفور يا سلام نعصر عليها الليمون الدخان ده الوحيد اللي هيحسسك بالدفى اسمعي مني اسمعي مني الله الله نزل البزر مش مشكله فرخه بقى فراخ فراخ بلدي شمورتي كده اللي هي دي بتتاكل كام مره واحده بعد الدفى بقى ده كده في السهره بالليل تعش ايه نشوه بسكوتين بكوبايه نسكافيه على حبه فشار بقى في السهره وكده زي الفل نسهر بقى السهره لازم تروقي على مساكنك ومساكن اللي حواليك تعالى اقول لكم بقى احنا سهرنا ازيكم يا جماعه عاملين ايه مساء الخير شوفوا بقى نشوه النهارده عامله لنا كده سهره حاجه على مقسم منورين يا حاج افتح النور افتح النور لما كده حلو والله يلا زي بعض مساء الخير مساء عسل بتدعى قاعده في حضنك ليه؟ هو في صوت؟ يا اختي كملتي انا غلفت دي قطه بصوا مش من ساعه ما مش راضيه تسيب حضني خالص قاعده في حضني كده عمري ما اشتلتها ومشيت بيها خطوه ماما نايمتها وقيمتها وقعدت في حته تانيه وهي تسيرها مش عايزه تسيب حضني بقى لها يجي ساعه وشويه قاعدين نتفرج على فين اللب انت جايبه اهو لا لب استنى لما الكاميرا تفتح يعني وتظهر وعاملين طشت طشت فشار طشت بصوا انا جايبه طشت فشار انا جايبه ثلاث اكياس لب بتوعي ما حدش ياكل منهم ثلاث اكياس انواع انت كل انت فشار وانا مش هاكل فشار طب انا هقعد مكان اللب هنا اهو انت بتقعد هنا نادين عايزه الناحيه الثانيه بس بظبط الطرح لا يا يعني مش لبس طرح اصلا اقعدوا معانا اتفرجوا على القرموطه بقى قاعدين بقى ايه ما فيش احسن من الوحده الوطنيه صح نسهر كده او الوحده او الوحده الصحيه بصوا عاملين لهم كام كوبايه شاي وكوبايه نسكافيه احنا صورنا والله في يعني في الليل في التشطيب وكده بص صورنا في التشطيب انت احلى حاجه فيه انت تجيب غطا وتتفرج على فيلم حلو وتطفي النور وتدخل حاجه جامده وتنعس وتنعس ده طبيعي انت تنعس بصوا خش كوميل خش كوميل بس انا مش لاقيه تسالي لكيتي مش لاقيه سالي يعني احنا باكل فشار باكل لبيه اكلها لسه اكله كبده دلوقتي كل شيء طبعا انتوا طيبين مع السلامه اوبا اوبا تشطر في شركه واه تعال تقول تقول يلا مع السلامة. السلامه النهارده كنا جايين من راس البر وكانت ماما ماليه الشنطه كلها هدوم وطبعا محدش هيعينها غير مين غير نادين انا ببقى نادين روح قلب ماما لما تعوز مني حاجه بس انا دلوقتي بعمل الهدوم كلها كانت ماما جايه لها هدوم شتوي كده فعنتها ونزلت الصيفي وطلعت الشتوي بس انا ذكيه جدا طلعت الشتوي اول وبعد كده خرجت الصيفي
وطبعا انا طويله جدا، حتى بص وانا بطلع البتاع ده ازاي، كنت بعملها بقى كل هدومها في مكانها وبطبقها لها، لان ماما بتحب النظام بتاعي. شوفوا يا جماعه قد ايه هدوم كانت ماما اخدها معاها هناك. انا هي لو كانت رايحه فعلا مسافره العمره مثلا ما كانتش اخد الهدوم دي كلها بجد. وانا اللي كنت مفكره ان انا هرتاح بقى وماما جت من العمره وخلاص هتعمل بدالي، دلوقتي انا بقيت بعمل لنفسي ولاخواتي والبابا والماما، واكتر حد بعمل له هدومه في البيت ماما. بجد ماما مش بتطبق، عشان بس اقول لكم حاجه، ماما مش معايا هنا فهي مش سامعه، هي مش هتشوف غير دلوقتي في الفيديو بقى. ماما يا جماعه مش بتطبق هدومها وبترميها لي على الارض وانا اللي بعملها لها. ليه بقى؟ عشان معتمده على نادين، لما دي تسيبها وتمشي انا مش عارفه هي هتعمل ايه من غيري بجد. والله ما بتعمل اي حاجه من دي. ماما بقت كسوله يا جماعه، ورساله دلوقتي للجمهور، ماما بقت كسوله وانا اللي بعمل مكانها كل حاجه. لا بس هي بامانه بتطبخ، يعني انا كنت انا بعمل الروتين ده وهي بره بتعمل محشي وبط او محشي وفراخ مش عارفه. المهم يعني نظمت لها الهدوم بشكل معين وحطيت لها هنا العبايات والحاجات الطويله والجاردن وكده، وكل الصيفي حطيته على الباف الصغير ده وهنخرجه بقى بره، او ماما هتحطه جوه الباف اللي هو قدام السرير. وطبعا بعمل هدوم بقى بطبقها له وبحط البناطيل في البتاع اللي تحت خالص دي. وكده اخيرا خلصت كل الهدوم بتاعه بابا وماما. لسه بقى الهدوم الصيفي دي بشيلها بقى خالص وخرجتها لماما تشوف الحاجات اللي هي عايزاها ايه وكده، عشان مش عارفه هي عايزه منهم ايه. وهي طبعا اختارت الهدوم اللي هي عايزاها وعلقناها تاني، والهدوم اللي مش عايزاها حطيناها في الباف اللي قدام السرير ده، يعني عشان ما نطلعهمش فوق. وكنت بعمل بقى في دولاب بابا، حتى بعد ما قفلت كنت لسه بعمل في دولاب بابا. دولاب بابا كان متبهدل جدا وكان حطيت الهدوم كده اي حاجه، وانا اخدت الهدوم كلها وعلقتها. وانا كنت بعمل بقى هنا الطرح ولدهت النانو تيجي تعلق معايا الشماعات. هي ما فادتنيش باي حاجه، بس انا قلت انا حد يساعدني وخلاص. وقلت لها بتحب ترتب الميك اب بتاعي جدا، قلت لها رتبيه يلا بالمره انت مش خسرانه حاجه، ما انا مش هعمل كل حاجه لوحدي. شوفوا اصلا فرق التصوير دلوقتي بالليل والصبح كنا بالنهار. انا الروتين بتاع الاوضه دي يا جماعه بجد والله بدون مبالغه اخد معايا يوم كامل من الصبح. ده روتين اصلا كنا يوم الجمعه من الصبح وانا بعمل فيه. انا مش لا مش عارفه هو يوم الجمعه ولا لا، بس هي ماما عملت لنا محشي فماما حسستني ان هو يوم جمعه. وكنت برجع بقى البوتي اللي هي كانت لابساه مكانه في الجزامه دي، وقفلت الشباك من بره ومن جوه البلكونه يعني. واخيرا كده خلصت، بس كان في شنطه كده كنت بظبطها عشان تبقى كل حاجه مظبوطه، مفيش حاجه تبقى متداريه هنا ولا هنا. انا بحب اظبط قوي الحاجات دي، وده كان ميزان وحاجات. ووديت كل حاجه في مكانها طبعا. وده الاسدال بتاعي يا جماعه، كانت ماما سرقاه وانا خدته منها. الاسدال لونه اخضر ده انا بحبه جدا، وماما طلبت مني اعمل لها الشنط مع ان ما كانتش في بالي، بس يلا عادي كله لله، بنعمل لله احنا. ودي الشنطه بتاعتها وبتاعتي انا وهي، كل يوم بنتخانق عليها وظبطتها وكده. وانا طبعا نظام ماما مش عاجبني، يعني رصة الشنط اللي هي عاملاها مش عاجباني، فانا طبعا لازم اغير من الرصة عشان يبقى انا عملت اللمسة بتاعتي. وكان في هدوم هي كانت راميها برضو جماعة جنب السرير، وانا مش بقول حاجة غلط، انا بقول اللي حصل عشان تبقوا شاهدين معايا. طب يعني ده بذمتكم ده منظر سرير طيب؟ بس لا والله، عشان كنا في راس البر وكانت الأوضة متبهدلة جدا، عشان كنا مسافرين، يعني مش مسافرين كنا ماشيين، فكنا كل حاجة كانت متبهدلة حرفيا. وطبعا ماما مش بتاكل شيبسيات يا جماعه ولا حاجه، ماما عامله دايت. وبالواضح كمان انا لما من جنب السرير كميه اكياس شيبسي لماما مش معقوله، بس مش شيبسي، هو الفلامينكو اللي هي بتحبه اللي كنت قلت لكم عليه ده. حتى بصوا انا كنت لسه بلبس الخروج، انا كنت لسه خارجه مع صحابي وكده، ماما قالت لي لا استني انت خارجه فين، اعملي الاوضه بتاعتي. وانا استحالة ارفض لماما طلب، لا ده مش بالتهديد ابدا يا جماعه، انا بعمل كل حاجه بمزاجي. حتى بصوا وعملت السرير بقى نفضته كويس، وكانت ميلادي يعني جديده وكده فما غيرتهاش، وحطيت لهم البطانيه بتاعتهم بالمخده، والمخده اللي فوق دي شلتها عشان ما عجبنيش شكلها. واخيرا خلصنا، انا كده خلصت الاوضه كلها، لسه هكنس وهمسح بس. بكنس بقى الاوضه وبكنس بكنس.
وماما تقول لي انا مش باكل حاجه حلوه ابدا من غيركم. ما هو واضح واضح. واخيرا بعد تعب يوم كامل خلصت، بطفي بقى النور وبرش معطر في كل حته وبالسلامه.